إذا توجهت إلى الله في قلبك وقلت يا رب أنقذني ليس لي سواك أنا عبد ضعيف، يعني إذا قلت يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بك من أن تحل بي غضبك أو تنزل بي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع غضبك، لك العتبى حتى ترضى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ما لك مناجاة مع الله؟ ما لك لك ساعة صفاء، ساعة إقبال، ساعة دعاء؟ ولقد نادانا نوح، يعني كأن الله جل جلاله، إن كنت مصيبا في هذا الكلام، كأن الله يسوق بعض المشكلات ليسمع صوت عبده اللهفان، إنه يحبك وأنت مطلوب عنده، ولا تأتيه طوعا، لا تأتيه إلا بهذه الطريقة. المؤمنون الصادقون جو الراحة النفسية والأمن والدعة، هذا يزيدهم شوقا إلى الله عز وجل واجتهادا في طريق الله عز وجل. لكن الضعاف إذا اطمأنوا أو اغتنوا أو أمور كانت ميسرة تماما، هذا من شأنه أن يقعدهم، أن يبطئ بهم السير إلى الله عز وجل. لذلك الله هو الحكيم، يسوق لنا من الشدائد ما يدفعنا إلى بابه، ما يجعلنا نلوذ به، نقبل عليه، نتوسل إليه، نعتمد عليه، نستغفره. أرقى حالات السمع أن يسمعك وأنت ساكت، يكفي أن تتوجه إليه بقلبك يا رب ليس لي إلا أنت، يسمعك الله عز وجل، ليس فقط يسمعك، يسمعك وهو قادر على كل شيء، قادر يوقف الورم الخبيث بلا دواء. والله الذي لا إله إلا هو، أشخاص كثيرون أعرفهم أخذت خزعات من رئاتهم، أخذت إلى بلد غربي، فإذا مرض خبيث من الدرجة الخامسة ولا سبيل إلى بقائه حيا أبدا، لأن زرع الرئة ليس ممكنا حتى الآن. هذا الإنسان التجأ إلى الله واعتمد عليه وتوسل إليه، والله الآن حي يرزق، لا يشكو شيئا، وقد مضى على هذه الحادثة أكثر من 10 سنين. الشيء اللطيف أنه الله مو بس معك، على كل شيء قدير، بيفتح المجاري، بيحرك الأعصاب، بيحرك العضلات، بيذوب الجلطة، الدسام يجعله محكم. هذا الذي حار به الأطباء، هذا الذي يقول عنه الأطباء الشفاء الذاتي. أي شفاء ذاتي؟ شفاء رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ألا تحب أن يكون الله معك؟ كن مع الله. ألا تحب أن يكون الله جليسك؟ أتحب أن أكون جليسك يا موسى؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. فربنا عز وجل ليس سميعا فقط، سميع وقادر، أعطى أعدائك في قبضته، أقوى جهة في الأرض في قبضته، أعدائك، أصدقائك، أقربائك، أهل بيتك، أولادك، من فوقك، من تحتك، من يلوذ بك، من لا يلوذ بك، المخلوقات، الحيوانات، الفيروسات، الإنسان حسب قواعد العدوى لازم ما يكون ولا واحد صحيح. من الذي يحميك من هذه الفيروسات وهذه الأمراض الخبيثة وهذه الأمراض المعدية وهذه الأمراض السارية؟ من يحميك؟ الله عز وجل سميع وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وإذا العناية لاحظتك جفونها
نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أيام شخص استمع إليك، استمع وهو قادر على أن ينقذك من ورطتك، لكنه لا يحبك، لا يحبك، لا يرحمك. ربنا عز وجل يستمع إليك وهو قادر على أي شيء تطلبه منه، والله عز وجل لحكمة يريدها يخلق من الضعف قوة، من الفقر غنى. تلاقي فقير، عجيب الأمر، ما هي إلا سنة أو سنتان حتى أصبح غنيا، ضعيف أصبح قويا، عليل أصبح صحيحا. ربنا عز وجل رحمن رحيم. لو يعلم المعرض حبي له وشوقي إليه وانتظاري لترك معاصيه تقطعت أوصاله من حبي. هذا شوقي لغير المؤمن، فكيف شوقي للمؤمن؟ أنت مطلوب. أنا اخترت ثلاث صفات: أنه سميع، وأنه قدير، وأنه محب. هذا معنى فلنعم المجيبون. لماذا هو نعم المجيبين؟ لأنه سميع وقدير ومحب. حذيت وحدة ما عاد نعم المجيبين. لو أن صفة تخلفت ما عاد فلنعم المجيبون. ربنا عز وجل أثنى على نفسه، قال نعم المجيبون نحن، فكم هو أحمق هذا الذي يتوجه لغير الله، كم هو أحمق هذا الذي يعلق آملا على غير الله عز وجل، كم هو أحمق هذا الذي يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، كم هو أحمق هذا الذي يتضعضع لغني يريد ماله، كم هو أحمق. اسأل الله من فضله، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. اسأل الله من فضله، اطلب من الله كل شيء، اسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، استعذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأله ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، واستعذ به مما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. كن طمع، الطمع مع الله عز وجل. كن طموحا، لا ترضى بالقليل. فربنا عز وجل يعاملنا على أننا إذا رضينا بالقليل لا يرضى إلا بالكثير. الدليل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طلب الجنة، طلب سعادة الأبد. لا، في أشخاص يعني يكفي أن يشتري هذا البيت، هذا كل منا، لا ما بدهم في البيت، يكفي أن يتزوج هذه المرأة، انتهت كل طلباته من الله عز وجل. ما أضعف هذا الإنسان، ما أضعف بصيرته، ما أقل طموحه. إن كنت لا تعرف الله اعرفه، هو أكرم الكرماء. إذن أول نقطة: نعم المجيبون، لأنه يسمعك أينما كنت، يسمعك بلا كلام، يسمعك وأنت ساكت. والدليل سيدنا زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومعنى مخرجا يعني كان مغلق الأمر، نزلت فلما استحكمت حلقاتها. أحيانا الطريق هذا مغلق، الطريق مغلق، وظيفة ما في، تعيين ما في، عمل حر ما في، شركة ما في، سفر ما في، زواج ما في، شراء بيت ما في، هي استحكمت حلقاتها. يبدو أنه أنت تطرق أبواب الأرض كلها مغلقة، أما إذا طرقت باب السماء فتحت لك كل الأبواب. هذا معنى قول الشاعر: كن عن همومك معرضة
وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. مؤمن لك اتصال بالله، مؤمن لك ثقة بالله، مؤمن لك يقين بحكمة الله عز وجل، مؤمن لك يقين أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن بيده الخير فقط، كله خير، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. وإذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. والمؤمن يتلو قوله تعالى فيقشعر جلده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن مستسلم. إذن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إذن إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده،